طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الألف مليار وين راحت؟ هسه أراويكم وين راحت الألف مليار. كلهم حرامية، كلهم باقونا باسم الدين، والأكثر منها مو بس ينطمون على حسين، بريء من عندهم الحسين. أنا رجال شيعي، سكنت عندي أربعة عوائل مهجرة من إخواننا السنة. لو الدرجاني نايم، شنو أنتم من بشر نايمين بالبلد وين خصور وما حد فتح خصرة؟ الله ينتقم من عندكم بالدنيا قبل الآخرة. والله أنا نسحلكم من أربطتكم، والله العظيم لكم سبلة، لكم شلون تصلون الصبح؟ أنا بس أريد أفتح، والله بريء من عندنا، والله بريء من عندكم الحسين. والله إحنا أخوات الحسين سنة وشيعة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول الإعلان التخميني لعدد السكان في العراق من قبل وزارة التخطيط. ما هي أسباب المماطلة بتنظيم إحصاء سكاني؟ إعلان وزارة التخطيط يوم السبت الماضي فتح كثير من التساؤلات، وكان بالتحديد الحديث عن كيف ارتفع عدد سكان العراق واستناد إلى أرقام تخمينية. وزارة التخطيط تقول بأن عدد سكان العراق ارتفع إلى 37 مليون نسمة، وهذا يفتح الباب من جديد، باب الجدل حول سبب عدم إجراء إحصاء سكاني دقيق ومهني في البلاد منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 ولغاية الآن. طبعا رفض بعض الكتل السياسية لإجراء الإحصاءات وإعاقة هذا الإحصاء، وإصرار كتل أخرى على إجراء هذا الإحصاء رغم وجود بند يعني رئيسي في الدستور الحالي الذي أقر بعد الاحتلال الأمريكي. الإعلان التخميني لعدد سكان العراق لا يستند كما قلنا إلى قاعدة بيانات خاصة أو معلومات دقيقة. الإعلان التخميني لوزارة التخطيط حول عدد سكان العراق لا يستند إلى قاعدة بيانات خاصة أو معلومات دقيقة، إذ أنه يتم في العادة الاعتماد على البطاقة الغذائية، البطاقة التموينية السنوية التي تصدرها وزارة التجارة للعوائل العراقية، وهي طبعا غير دقيقة لأن هناك حالة فساد مالي فيها. وسبق وأن يعني أعلن مسؤولون عراقيون خاصة في مطلع العام الجاري 2017 عن وجود أعداد مهولة من البطاقات الوهمية التي تم إصدارها لأشخاص بين قوسين فضائيين غير موجودين أصلا، أو أشخاص متوفين مفقودين أو مهاجرين خارج العراق. طبعا بحسب بيان وزارة التخطيط، معدل النمو السكاني في العراق بلغ 2.61%، ومعدل الذكور أعلى من الإناث بواقع 51%. طبعا العراقيين أو العراق نظم قبل الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 آخر تعداد سكاني ونفذ بشكل ميداني. الكثير من عندنا يعني واعي ويتذكر هذا الأمر. أظهر طبعا في ذلك الوقت ارتفاع عدد سكان العراق إلى 28 مليون نسمة، وفي ذلك الوقت كان الذكور يشكلون حوالي 60%، في حين أن فئة الشباب ما بين 18 و40 سنة هي الأغلبية بين السكان. طبعا رغم إعلان الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة عن استعدادها لمساعدة العراق على إجراء التعداد السكاني، إلا أن أي من الحكومات التي توالت على البلاد لم تتمكن من تنفيذه بسبب الخلافات السياسية. كما أشرنا، تصر بعض الأطراف على تضمين حقل المذهب السني والمذهب الشيعي في الإحصاء السكاني، وأخرى تطالب بتضمين لقب العشيرة، وتتعدى بطبيعة الحال إلى مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري إلى آخره، عدا عن معضلة كركوك طبعا معروف والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
تبقى حالة اللا دقة في توزيع الثروات ومقاعد البرلمان والاستحقاق في التوازن الوظيفي في مؤسسات الدولة قائمة بما يخدم أطراف سياسية في العراق دون غيرها. طبعا الفقرة الثانية إذا تكلمنا عن الدستور الحالي، الدستور اللي إجا مع الاحتلال، الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور الذي أقر في عام 2005 يلزم السلطات التنفيذية إجراء إحصاء عام للسكان في العراق في وقت أقصاه في ذلك الوقت كانون الأول ديسمبر من عام 2017. الإحصاء لم يتم لغاية الآن، وما نتحدث عنه وأرقام اللي تصدرها وزارة التخطيط هي فقط تخمينية، أرقام تخمينية، ما يجعل جميع الخطط والمشاريع في المدن العراقية قائمة على التخمين والمزايدات السياسية والتفاخر بالعدد من قبل زعماء دينيين لمختلف الطوائف. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول الأسباب الحقيقية التي تدفع الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بعدم إجراء إحصاء سكاني دقيق ويستند إلى قاعدة بيانات دقيقة يضمن للمحافظات حصصها من الموازنة بحسب عدد سكان كل محافظة، ويضمن للمحافظات التصويت في الانتخابات بحسب عدد سكانها وليس بحسب تخمين من قبل الحكومات المتعاقبة. معنا اتصال وليد من بغداد، تفضل وليد. السلام عليكم استاذ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ الكريم، بالنسبة لإحصاء عدد السكان بالعراق، يعني هاي كلها يعني فشي أخطاء، يعني حتى من جاي يحسبون الأعداد بالعراق سواء في المحافظات بالشمال بالوسط، يعني يستندون على البطاقات الانتخابية والمعتمدية ذكرتها حضرتك. الناس جاي يدور تدوير يصير بهاي البيانات الجناسي. واحنا يعني طبعا هذا موضوع عدد السكان مو فد شيء مهم. المفروض احنا نتطرق في هذا البرنامج المواضيع الان من هذا الشيء. اللي جاي تجري على ارض الواقع وجاي يشوفها. لا احنا نتحدث وليد، نتحدث، هذه قضية مهمة. يعني انت على سبيل المثال اليوم من تعلن عدد سكان العراق 37 مليون وعندك 5 مليون نازح ومهجر، يعني هذا راح يصير بتلاعب، راح يصير بتلاعب بالانتخابات القادمة، راح ينضحك على الناس انه انت ما راح تصوتت، راح يعوضون صوتك بغيرك وغيرك ما موجود اصلا على واقع الحال. بس هو شوف كل شيء مرتبط بشيء، الفساد والامور هاي بعدد السكان نعم. انقطع الاتصال مع وليد. طبعا ينص امر الحاكم المدني بول بريمر في ذلك الوقت برقم 52 لعام 2003، والذي طبعا ما زالت تتمسك به بعض الجهات السياسيه، على ان يجري تعداد عام لسكان جمهورية العراق بما في ذلك إقليم كردستان على أن يتضمن التعداد ديانة كل شخص ثم طائفته، وكذلك الحال بالنسبة للقوميات العربية والكردية والتركمانية، وذلك طبعا تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في العراق في ذلك الوقت. إلا أن هذا القرار تم تأجيله حتى عام 2005، ثم أجل دستوريا لنهاية عام 2007، وفي عام 2008 تم تأجيله إلى إشعار آخر من قبل رئيس الوزراء السابق في وقتها نوري المالكي، رغم طبعا تخصيص وزارة التخطيط مبلغ، تخيل عزيزي المشاهد، مبلغ 205 مليار دينار، 205 مليار دينار لعملية الإحصاء برمتها، وما زال المشروع طبعا لم يتم لغاية الآن. يعني تم تخصيص هذه الأموال وما نعرف الأموال وين راحت، ولم يتم تخصيص ولم يتم إجراء هذا الإحصاء. معنا اتصال منذر من عمان، تفضل منذر. مرحبا حبيبي، الله يسعدك. أهلا وسهلا. اسمح لي أبلش بس بمقولة سمعتها على راديو لندن ببرنامج بين السائل والمجيب. كان السؤال من أحد الأخوة السودانيين،
كان من ثلاث بنود. البند الأول، هل صحيح أن هناك الكثير من القادة العرب هم يهود؟ يعني بس أبو منذر، أخ منذر، أرجوك، نحن في هذه الحلقة دائما نؤكد، وفي الحلقات السابقة نريد أن نستمع إلى آراء المشاهد والمتصل عن موضوع الحلقة اللي نطرحها. أما يعني قناة ثانية طرحت موضوع وكذا، ما نريد ندخل في هذه السجالات. فأرجوك اعطينا رأيك بهذا الموضوع. هناك إحصاء تخميني، أنت كمواطن عربي ليش ما يجرى في العراق إحصاء دقيق لعدد السكان؟ لماذا برأيك؟ من العام 2003 لغاية الآن. أنا أقرأ دائما بين السطور سيدي. نعم. فأقول إنه ما أشبه اليوم بالبارحة، الدول العربية طلبت من أمريكا أثناء قصف أفغانستان بأن لا تبقي على عربي حي، يعني ما تسمح لواحد عربي يرجع حي على بلده. نعم. هذا البارحة. أما اليوم فإن فرنسا تطلب أن لا يعود فرنسي حي الأراضي الفرنسية. ثانيا سيدي، سبق وطلبت من حضرتك أنه أريد إذا في إمكانية إحصائية بعدد حالات السرطان والأجنة اللي توفوا أو نزلوا، خلينا نقول أجهضوا بسبب السرطان، وكذلك الأطفال المشوهين الذين ولدوا من بعد 2003. سيدي حتى أوفر عليك، طبعا الأعداد كثيرة أخ منذر، الأعداد سيدي كثيرة أكثر من أن تحصى، وهي أكثر من كل دول العالم بالعراق وبالأردن. مستشفى السرطان بالأردن كبر يمكن 6 مرات حجمه الأصلي. أما بالعراق مساكين العراقيين فما فيش عندهم مستشفيات سرطان. بعدين أنتوا بتقولوا عن الجماعة اللي بالمنطقة الخضراء، عيني كلهم دكاترة اللي بالمنطقة الخضراء، أعطيني واحد حتى الفراش معه شهادة الدكتوراه. ماشي. بعدين بتحكوا إنهم ما في فلوس، يكفي إنه العبادي وسع لكم سجن الناصرية حتى يتبحبحوا السجناء. بعدين بتحكوا عن إيران، إيران ما بتبني بالعراق، إيران بنت لكم بكربلة أضخم مستشفى للعيون بالعراق، وهذا المستشفى حقيقة مهمته مشان جلب العمل الصعب للعراق. بمعنى آخر إنهم بفوتوا في الإنسان الحي بيطلعوه قطع جاهزة للبيع. نعم منذر من عمان، شكرا لك. معنا اتصال نوفل من فنلندا. نوفل، برأيك ما هي الأسباب اللي تدفع الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 بعدم إجراء إحصاء سكاني دقيق يضمن للمحافظات حصصها في الموازنة، يضمن للمحافظات مقاعدها في البرلمان وأمور أخرى كثيرة؟ تحياتي أخي الكريم. أهلا وسهلا بك برنامجك الكريم. حياك الله. حقيقة تعرف أن العراق بعد عام 2003 يمر بصراع وجود براعي إيراني، تعرف بعد الفراغ الحاصل استطاع الإيرانيين أن يملوا هذا الفراغ ويبنوا على فكرهم وعلى التلاعب بالأعداد السكانية. حقيقة احنا عندنا تعداد 2008 اللي هو اعتقد معتمد للدولة العراقية، بلغ تعداد العراق 29 مليون تعداد السكان، واكو نسب لكل محافظة. اذا جمعنا هذه النسب، اكو طبعا محافظات مقفلة، محافظات مقفلة عرب شيعة، فاذا جمعنا النسب يطلع تعداد العرب السنة بالعراق اقل من 30%. طبعا هذا رقم كله تقديري، يعني حسب ما احصائيات. هذا في عام 2008 عندما كان العراق مستقر تقريبا، يعني المدن السنية مستقرة، سكانها موجودين، الحياة شبه طبيعية خلينا نقول. الان بعد نزوح 5,500,000 تقريبا بحسب تصريحات وزارة الهجرة العراقية، والأوضاع الحاصلة وتدمير المدن وعدة أمور،
خطوة طبعا سياسية انه الان يعلنون عن اجراء تعداد سكاني او اجروا هذا التعداد واعطوا ارقام تقريبية طبعا خيالية. نعم. ما اعرف حاليا ايش قد راح يصير نسبة المكون العربي السني، اعتقد لا يتجاوز ال 15%. نعم. تصريحات سابقة طبعا موجودة النائبة مثلا حلان الفتلاوي تقول ان العرب 18 او 17% العرب السنة. اعتقد هاي الانتخابات انه اسوأ انتخابات ستمر على العرب السنة من حيث التمثيل البرلماني، وهذا طبعا كله بمباركة ومساندة القادة السنة. تحصيل مهم حصلوا من عام 2003 لغاية اليوم، استطاعوا أن يدمروا هذه الأمة وهذه الشريحة من الشعب. زين، أنت برأيك هذا التوقيت، يعني هناك من يقول بأن هذا التوقيت لإعلان هذا العدد الكبير، طبعا يعني إذا تحدثنا عن الأرقام التخمينية، طبعا كلها تخمينية، الأرقام التخمينية بال 2015 لوزارة التخطيط تقول بأن عدد سكان العراق وصل 36 مليون، اليوم تقول انه عدد سكان العراق وصل 37 مليون، هذا اعداد تخمينيه، وكما اشرت انت واشرنا في بدايه الحلقه هناك اكثر من 5 مليون نازح في العراق ان كان داخل العراق او خارج العراق. هذا التوقيت يعني يراه مراقبون ومحللون بانه يخدم الكتل السياسيه الموجوده حاليا ويضمن لها عشرات الآلاف من الأصوات الفضائية الوهمية في الانتخابات القادمة. شنو رأيك؟ أخي الكريم، توقيت سياسي، توقيت سياسي، الهدف منه مكسب سياسي، لا هدف تعريفي ولا هدف إداري. نعم. الظروف كلها، لأن المعايير ما تنطبق حاليا على العراق أنه يسمح له أنه يجري هيك هكذا استفتاء. فأعتقد أنه هذا هدف سياسي من عنده، وأكو نقطة أخرى أنه النصر المزعوم على الإرهاب، اللي هذا دافع آخر أنه يأيد الأصوات اللي راح يأخذوها، الأصوات الفضائية راح يكتسبوها كونهم أغلبية طبعا حسب الأرقام اللي اعطوها أعطوها، فحتى يثبتون ويأيدون ويشرعنون اللي راح يحصل بهاي الانتخابات. ومثل ما قلت لك لا يتجاوز نسبة العرب والتمثيل في البرلمان العرب السنة بهذه الدولة أكثر من 15%. نعم، يعني 205 مليار دينار عراقي صرفت على الإحصاء ولم يتم إجراء هذا الإحصاء، يعني هل هي مسألة صعبة حتى تقوم وزارة التخطيط أو الحكومات المتعاقبة بإجراء هذا الإحصاء؟ طبعا الأمم المتحدة كل سنة نسمعها تصدر بيانات بأنها مستعدة للمساعدة بإجراء عملية إحصاء لعدد سكان العراق وفق قاعدة بيانات واضحة وسليمة، لماذا يتم التعمد بعدم إجراء إحصاء؟ يعني هذا السؤال قديم حديث. حقيقة أنا تعرف الأرقام التخمينية اللي يعطوها كلها أرقام غير دقيقة وأرقام مغلوطة من أجل إثبات الوجود. تعرف العراق مر بمرحلة فراغ، العراق فراغ من 2003 وما بعد، وهذا الفراغ استطاع النظام الإيراني أن يملي هذا الفراغ. النظام الإيراني وجوده مرهون بوجود الطائفية، أنه عرب شيعة وعرب سنة، فوجوده مرهون بهذه التسمية. أكيد يعمل على زيادة نسبة العرب الشيعة في العراق ليضمن وجوده واستمراريته بالمنطقة. الأرقام كلها خيالية وكلها مبالغ بها. نعم. تهميش واضح ومعين للعرب السنة. الآن يحاولون إنه إثبات هذا الشيء بالأرقام اللي يعطوها، يعني يصير شيء رسمي، إنه رقم رسمي. ظروف العراق مضى من 2009 تقريبا لل 2012 مستقر، أكو
كان مجال انه يعملون هكذا استفتاء، بس الحكومه ما اجرت شيء. حاليا من المستحيل ان يجرون هذا الشيء. وين يروح يسوي تعداد سكاني؟ بالموصل، بالموصل يسوي تعداد سكاني، لو وين باي مكان يعني يسوي تعداد سكاني. نعم. نوفل من فنلندا كان معنا، يعني اشكرك نوفل. اعزائي المشاهدين، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول التعداد، أبو عارف من الأنبار يقول التعداد السكاني الذي تستقتل الكتل السياسية الطائفية على عدم إجرائه إلا بعد إكمال عمليات التطهير الطائفي في المحافظات وإحلال مواطنين جدد من طوائف أخرى لغرض فرض السيطرة كما يحدث في ديالى وحزام بغداد. في رسالة أخرى، مبروك من الإمارات يقول أخي عمر، المماطلة بمعرفة السكان وارتفاع عددهم منذ الاحتلال وللآن، وهذا لأن بعضهم يعيشون واقع الفساد في جميع مفاصل الدولة ومعظمهم مهجرون في مخيمات النزوح ويفتقرون لوجود مقومات المعيشة، هذا بسبب عدم نظرة الحكومات المتعاقبة بسبب انشغالها بعملية سياسية لم تأتي بثمارها فقط لمصالح ونفوذ أطراف الدستور الذي ظلم شريحة السكان العراقيين منذ الاحتلال وللآن. فهل من حلول لهذه الأسباب، لأسباب عدم إحصاء السكان يتساءل بضمان حقوق لهم وتوفيرها لهم بحدود نظر الجميع لهذا الواقع؟ مبروك من الإمارات. معنا اتصال. نعم. يقول رسالة أخرى، أخ عمر والله أكبر عيب على الشعب إذا ينتظر إصلاح من منهم، من منهم من سرق قوته، والجميع يعلم ويعرف الملفات موجودة. أما يكفي يا شعب هذا الخنوع، وحتى المراجع متهمة بالفساد وسرقة الأموال، كم أزمة بعد ينتظر الشعب؟ هي الحر، هي الحرية والكرامة فقط. نعم. طبعا يمكن للإحصاء، لماذا يتم إجراء الإحصاء في البلدان وبالتحديد في العراق؟ يمكن للإحصاء على سبيل المثال أن يحل ملف كركوك وطريقة إدارتها، ويمكن للإحصاء في العراق أن يحل الكثير من الأمور، من بينها كما أشرنا ملف كركوك وطريقة إدارتها وتوزيع مقاعد البرلمان على المحافظات بشكل عادل وفق النسبة السكانية المقررة، النسبة السكانية المقررة في الدستور، وهي نائب واحد في البرلمان لكل 100,000 مواطن، بدلا من الاعتماد على التخمين لسكان كل محافظة بما يخدم أجندات بعض القوى السياسية. إلا أن كل محافظة ستأخذ حصتها من الموازنة، كذلك كما أشرنا تأخذ من الموازنة العامة العفو وفقا لتعداد سكانها، كما أن التعداد سينهي الجدل والخلافات اليومية في العراق حول قانون التوازن الوظيفي في دوائر الدولة ومنها الجيش والشرطة ورئاسة الوزراء. فضلا عن ذلك، فإن العراق سيتمكن اقتصاديا من رسم الخطط السنوية والخمسية والقضاء على عبارة نحو أو زهاء أو أكثر أو قرابة التي ترفق في التخصيصات المالية المليارية طبعا، وتسمح بهامش كبير من الفساد. هناك ليست دقة في التخصيص، يقول لك نحو أو تقريبا كذا، يتم تخصيص مثلا 10 مليار، 3/4 تروح في جيوب الفاسدين ويخصص طبعا قسم بسيط. معنا اتصال. أم زمزم من بغداد. أم زمزم تفضلي. أم زمزم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا استاذ، ما يسوون الإحصاء، لأن من هسه هم متحضرين إلى تزويد الانتخابات،
استاذ اذا سووا الاحصاء قبل الانتخابات، هو شنو الاحصاء؟ كل محافظه وعدد نفوسها. لا. يعني هسه عندنا من اهم المحافظات حاليا هي بغداد والموصل والبصره. بغداد هي نسبه رغم ان مساحتها صغيره لكن نسبه السكان بها من 6 ملايين الى 8 ملايين. تاتي بعدها نينوى، تاتي بعدها البصره. استاذ هم كيفهم دا يحطون مقاعد البرلمان؟ بكيفهم؟ يعني اذا سووا احصاء، الاحصاء مثل ما قلت حضرتك عن النسب السكانيه، يعني كل مقعد برلماني الى 100,000 صوت. فعندنا المحافظات نينوى، الانبار، صلاح الدين، دياله، هذول يعني كيفهم نقدر نقول بعد السقوط كيفهم قاموا يحطوا لهم عدد المقاعد؟ ليش؟ زيدوا عدد المقاعد مال المحافظات الصغيره استاذ، يعني عندنا المحافظات الوسطى والجنوبيه بالاخص الوسطى، عندنا كربله، النجف، الديوانيه، الحله، نفوسها عددها قليل استاذ، بس مزيدين عدد المقاعد الها. مزيدينها. وحتى المحافظات الجنوبيه مقارنه بهاي المحافظات. فليش يزيدون؟ حتى يقولون احنا الاغلبيه، احنا الاغلبيه واحنا اللي لازم ان نحكم بالبرلمان، هاي من ناحيه، من ناحيه اخرى استاذ حتى يغطون على عدد القتلى، عدد القتلى، يعني اذا سووا احصاء راح ينكشف عدد العراقيين، مثل ما قلت حضرتك اخر احصاء حقيقي ميداني هو 28 مليون عراقي، الان شلون وصلوا 37 مليون؟ منين؟ جابوا لنا ايرانيين، اكو ايرانيين هواي يتكلمون العربيه، جابوهم هناك من ايران وحطوهم بهاي المناطق وعطوهم الجنسيه العراقيه، الا من 28 مليون نزيد العراقيين يصيرون 37 مليون بيا طريقه. اغلب العراقيين هم قتلى بالملايين القتلى استاذ، النازحين المهجرين من بالداخل وبالخارج، منين انت يا وزير التخطيط جبت هذا العدد؟ بالاضافه الى ذلك هم ما يسوون احصاء استاذ للتطهير العرقي. هم منتظرين يصير تطهير عرقي لحزام بغداد، مو بس حزام بغداد استاذ، بغداد العاصمه وخاصه جانب الكرخ، جانب الكرخ وديالة، هسه هم ديالة سووا لها تطهير عرقي نقدر نقول كامل، يعني ديالة احنا متأكدين احنا ما نفرق لا سني ولا شيعي، لكن ديالة عدد السنة بيها عدد مهول، يعني أكثر من الشيعة بهواية أستاذ، لكن الآن ما خلوا ولا سني في ديالة. نعم. يعني تسأل بعض الزول العقولهم صغيرة، مع احترام بعض العقولهم الصغيرة، ذاك اليوم بنية وياي تقول احنا بالدياله ما خلينا ولا سني، كلهم طردناهم، زين ليش ذولا مو عراقيين؟ مو عراقيين، بس هم حكومة عميلة، ايش تطلب منها؟ يقولون احنا حلفاء لإيران، ايش تطلب منهم إيران؟ هم ينفذون، ان كان استاذ يا انتخابات يا انتخابات، والله مع احترامي كان استحوا انتخابات الشعب العراقي اغلبها بالسجون، السجون السجناء يملؤون السجون وسجون سريه، اقول له لا بادي تدري شو تسوي؟ تسوي وزاره السجون، وزاره خاصه للسجون، ما عدا المهجرين بالخيام بداخل العراق وخارج العراق، والله مع احترامي عيب على واحد يقول انا دا ارشح للانتخابات واحكم العراق. اول مره بدت بهاي الامور، طلعونا الابرياء من السجون، طلعونا الابرياء من السجون، رجعوا المهجرين الى بيوتهم، رجعوا المهجرين الى بيوتهم، صيروا حكومه تحكم نفسها نفسها، ما تاخذ اوامرها، حكومه عميله تاخذ اوامرها من قاسم سليمان ومن ايران. يلا تقولون انتخابات. نعم. ام زمزم من بغداد كانت معنا، شكرا جزيلا لك. طبعا بعض التصريحات، ناخذ بعض التصريحات من قبل برلمانيين ومسؤولين في الحكومة، يعني مثلا على سبيل المثال عضو البرلمان حامد المطلق يقول بأن العراق بأمس الحاجة لإجراء إحصاء سكاني شامل في البلاد لأنه سيحل الكثير من المشاكل، لكن يجب أن يكون إحصاء للعراقيين لا إحصاء للطوائف والديانات بشكل يعزز الطائفية في العراق ويمنع قيام دولة مدنية حرة. طبعا هو في لقاء مع صحيفة العربي الجديد يضيف بأن دعوات تحديد الطائفة أو المذهب في التعداد ليس مطلب الشعب العراقي الذي لا يعترف بذلك، بل هي مطلب أحزاب سياسية تعيش وتنمو بالطائفية وتموت من دونها بحسب قوله. الإحصاء سيبين النسبة الحقيقية في بعض المناطق،
وهذا لا يخدم طبعا معروف بعض الجهات. يعني على سبيل المثال القيادي كذلك، ناخذ بعض التصريحات، القيادي الكردي في التحالف الكردستاني ماجد شنقالي كذلك يصرح لصحيفة العربي الجديد بأن هناك أمرا دستوريا منصوصا عليه بالمادتين 110 و140 بوجوب عمل الإحصاء، وهو في النهاية ليس لمعرفة عدد العراقيين فقط بل يشمل معرفة عدد العاطلين، الفقراء، المعوقين، الموظفين في القطاعين العام والخاص، الكفاءات، العازبين، العوانس، الكهول والشباب والأناث والذكور والمتعلمين والأميين، وحتى عدد المشاريع التجارية وجدواها ورصد جملة كبيرة من الأمور المهمة. أضاف أعتقد أن عدم إجراء التعداد كان لأسباب سياسية معروفة، كون الإحصاء سيبين النسبة الحقيقية في بعض المناطق، وهذا لا يخدم بعض الجهات التي تماطل في إجراء هذا الإحصاء. معنا اتصال. أم زهراء من بغداد. أبو زهراء، عذرا، أبو زهراء من بغداد. تفضل أبو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر شوية أعطيني مجال. تفضل. يعني لا قاطعني لأنه أريد أوصل فكرة شوية، يعني تفضل. تقريبا تحتاج إلى 3 دقائق 4 دقائق مو أكثر. تفضل. تفضل أبو زهراء، تفضل. أستاذ عمر بال 2005 بالضبط، واللي يسمعني من هيئة علماء المسلمين اللي الله يذكرهم بالخير العايش والله يرحم الميت من عندهم، جو الأمريكان للجامعة المنورة كان بقتها يعني هو مقر هيئة علماء المسلمين، يعني طلبوا التقاعد ويا هيئة علماء المسلمين ويسمعون الحيين من عندهم الله يعطيهم طول العمر. فإيش تريدون ما تريدون، إحنا جينا نحرر العراق، إحنا جينا نغير واقعكم، إحنا وصلت المفاوضات إلى نقطة اللي هي تخص البرنامج مال حضرتك اليوم. نعم. قالوا لهم أنتوا السنة بالعراق لكم 20% من المقاعد. نعم. صعدتوا ونزلتوا، أنتوا نص المجتمع، ربع المجتمع، تأخذون 20%. نعم. غير 20% لا تحلمون بعد بمقعد واحد، هذا فيما يخص البرلمان وما طربقة البرلمان. نعم. اللي أريد أقوله شنو أستاذ عمر، أنه موضوع التعداد السكاني واللي جرى وما يجري والذي سيجري في المستقبل. نعم. هو خطة مبيتة من الأمريكان اللي موجودين حاليا، عصابة المنطقة الخضراء هم ذيول وأدوات ليس. نعم. إلا ما عندهم أدوات صنع القرار واتخاذ القرار وتنفيذ القرار. نعم. هم ناس مجرد أنه ينفذون ما يجيهم جاهز معلم من الأمريكان أولا، ومن الإيرانيين المتواطئين مع الأمريكان ثانيا. أكو أمور تخص التعداد السكاني، يعني حدود 6 إلى 7 مليون إيراني تجنسوا عراقي بهاي الفترة من 2005 وصولا إلى 2017، بحدود 7 مليون إيراني. نعم. غالبيتهم من اللاجئين الأفغان اللي كانوا بإيران. هذا الحكي مو من جيبي، يعني من ضمن ما أريد يعني أكشف كل الأوراق، بس. نعم. هذا اللي يسمعني هسه يمكن يعيدني بهذا الحكي. من ستة إلى سبعة مليون أفغاني لاجئين كانوا بإيران، بزتهم إيران من. نعم. خلال الزيارات المليونية اللي بدون جواز سفر واللي صارت حدود. نعم. العراق بفضل عصابة المنطقة الخضراء لكل من هبه ودب. نعم. أستاذ عمر، موضوع التعداد السكاني ما يخدم اللي موجودين حاليا على العملية السياسية. يعني فيما لو حتى سووا إحصاء سكاني للعراقيين ما يخدمهم، لأنه راح تنكشف أوراق هم ما يريدونها أساسا تنكشف. نعم. وراح يصير مثل قطع الدومينو، يعني من أول قطعة راح ينهار الهرم كليته. نعم. يعني العملية السياسية اللي بنوها على كذب واختراق واقع هو أساسا غير موجود. يعني أهل السنة بالعراق شاءوا أم أبوا هم نص المجتمع، إذا أضفت لهم الأكراد من السنة راح يصير 75% من المجتمع العراقي. هذا الشيء ما يخدمهم. أقدموا على مسلسل طويل من تفليش البشر والحجر في شمال وغرب العراق. نعم. هذا ما يختلف عليه اثنين أنه تواطؤ أمريكي إيراني. الهدف من عنده أساسا القضاء على المكون السني بالعراق
لتمهيد الساحه لامور اسوء، القادم اسوء استاذ عمر. نعم. انا اقولها وبألم وحسره. ابو زهراء ممكن تبقى ويانا؟ ممكن تبقى ويانا ابو زهراء؟ اعود لك بس معنا اتصال محمد من بغداد. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ اهلا وسهلا بك، تفضل. شلونك استاذنا العزيز؟ تفضل. حياتي لك. تمام. طبعا الاخ الكريم مثل اللي وياك على البرنامج يقول 7 مليون ايراني، اتحداه، انا رجل شيعي. نعم. واحب السنه واحب كل طواب العراق، بس اتحداه اذا اكو ايراني واحد يطلع لي بمحافظات الجنوب واللي محافظات الغربيه. نعم. انا ما احب ايران ولا احب مجلس الاعلى ولا احب دول المعممين، بس نعم. شاهد الله هذا الحكي والكلام كله كذي. نعم. احنا ضحيه شيعه كما انتم ضحيه سنه. نعم. محمد اتحدى واحد هسه يجيني يطب بمناطق الشيعه ويشوف الظلم المظلومين بالشيعه ازيد ما مظلومين بسنه. شاهد الله. ناس عشنا بزباله وعشنا بقهر وعشنا بضيم ونبقنا ونسرقة اموالنا وكل شيء ما شفنا. واتحدى هذا الاخ يجي يقول لي مناطق الشيعه يطب لها ويشوفها. اتحدى شارع واحد ما بيها من زمن صدام لهذه ورحمه الله على روح صدام الدوله ترحم عليه. نعم. ناس ساقطين اجون حراميه من كل دول، اللي يحمل جنسيه بريطانيه، اللي يحمل سعوديه، اللي يحمل ايرانيه، وياك انا اتفق على هذا الراي. بس الاخ العزيز يقول لنا ايرانيين 7 مليون ايراني، اتحدى بس لا يمس زياره الحسين يقول بها ايرانيين. احنا الايرانيين ما نحبهم ولا نحب انه سعودي ولا نحب اي واحد دخل بالعراق. نعم. محمد اريد اسالك واتحداها هسه. نعم. اتحداها هسه يسولف ويا الاختيار يطلع لي ايراني واحد. نعم. محمد يعني انت برايك هذا الاجراء اذا كان الحكومه تعمل اجراء سكاني صحيح هذا راح يوفر، اتركها عن الانتخابات، كل محافظه راح تجيها الموازنه، حسب عدد سكانها، كل محافظه يخصص لها تخصيصات وظيفيه في كل سنه، كل محافظه سوف يعرف بها الخريج والعاطل عن العمل ومتوسط العمر والى اخره. ليش الحكومه ما تعمل هذا الاحصاء؟ يعني شنو هو فد علم فضاء مثلا؟ هو احصاء سكاني. محمد مع الاسف فقدنا الاتصال مع محمد من بغداد. ابو زهراء اعود لك، الرجل قال لك لا وجود لهذا العدد من الايراني، يقول لك بالفعل اجوا ناس من ايران من المسؤولين، ناس حراميه، ويقول لك احنا عايشين بظلم، نحن المناطق الشيعيه عايشين بظلم مثل ما انتم يا السنه عايشين بظلم بسبب ذول الحراميه والفاسدين. ابو زهراء قال عمر ما يختلفون اثنين. تحياتي للاخ اللي اتصل بعدي العفو. نعم. تحياتي له واني احيي كل عراقي شريف. انا ما قاعد اتكلم من منظور طائفي. نعم. ولا قاعد اتكلم من امور يعني هي اساسا خياليه من نسج خيالي. انا احييه اول مره واسلم عليه واقول له بارك الله فيك على الصراحه اللي 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 ندر وجودها في وقتنا الحالي. المجتمع الشيعي بصوره عامه يعاني الامرين، يعاني الظلم، يعاني البؤس، يعاني الفقر، وما جرى بالديوانيه قبل يومين من دخول ضبع حيوان مفترس، دخول ضبع الى مستشفى الولاده في الديوانيه، هذا يعني فرد مثل بسيط. انا من الناس اللي عايش وضع الشيعه خصوصا بالفرات الاوسط، انا مو ما جاي من الفضاء، انا جاي اشوف ماساه الشيعه وجاي اشوف فقراء الشيعة والعشوائيات والشوارع والمستشفيات اللي يندى لها جبين كل انسان، اللي يندى لها جبين الانسانيه. انا ما قاعد اقول الشيعي عايش احسن من السني بالعراق، كلنا نعاني الامرين من هؤلاء. نعم. وانا هم احيي مره اخرى واقول يعني الحكومات المتعاقبه ابو الزهراء، خلينا نكون صريحين، الحكومات المتعاقبه اتخذت من شعار الدفاع عن الشيعة فقط للوصول إلى المنصب وإلى الكرسي، والناس على الأرض ما محصلين شيء. وهذا واقع أستاذ عمر، هذا واقع. السياسي السني ما يقل نذالة وسفالة عن السياسي. يعني بس حتى نبتعد عن الألفاظ أرجوك، يعني الفاظ ماشي استاذ عمر. ماشي. نعم. يستخدمها للدعاية الانتخابيه والدفاع عن الطائفه وعن المذهب. نعم.
المذهب يا 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 رجل، المذهب بريء من هؤلاء، سنتهم قبل شيعتهم. يعني الحسين رضي الله عنه وارضاه واهل بيت محمد كلهم لو قدر لهم انه يرجعون للحياه يعني الان لبدوا بسياسي الشيعه قبل السنه. يا رجل انا ما قاعد يعني قاعد امقتهم يعني من باب كره او حقد او ثار شخصي، وانما واقع حال. انت السياسي اذا كنت سني ولا شيعي من تصدى للواجهه السياسيه لازم تتحمل النقد. وهؤلاء وصلوا الى مرحله من الانحطاط، اكد على هالكلمه هاي حتى لا تزعل من عندي، انه بعد ما يعني مش عمليه او غير التاليف. نعم ابو زهراء من بغداد اني اشكرك. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. ابو عبد الله يبدو اننا فقدنا الاتصال مع ابو عبد الله من لندن. طبعا القياده في التحالف الحاكم صادق المحنى يؤكد موجود ابو عبد الله. نعم تفضل ابو عبد الله من لندن. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تحية لك أخي عمر وللكادر قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك. أخي عمر بالنسبة أنا ردا على أخ محمد من بغداد قال لا يوجد إيرانيين. نعم. السنة الماضية نقلت وسائل الإعلام 500 ألف إيراني دخلوا إلى العراق بدون فيزا وبدون تأشيرة، يعني في الزيارة. في الزيارة لا 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 بل اقاموا ولم يرجعوا يا اخي عمر. نعم يعني اي زياره دخلوا ولم يخرجوا السنه الماضيه، فقط السنه الماضيه 500 ألف. نعم اخي الكريم، الاحتلال الامريكي، الغزو الامريكي عندما اجتاح العراق، يعني من قام لمقاومته؟ اهل السنه، يعني هم يعني هذه حقيقه. كولين باول ورامسفيلد ودون وتوني بلير حتى جورج بوش قال لم نتوقع المقاومة السنية بهذا الشدة والقوة. لقد أخطأنا في قوة أهل السنة. يعني نعم أبو عبد الله، حتى ما نبتعد عن الموضوع، موضوع الحلقة أنا معك، ولكن الأسباب الحقيقية أنت برأيك كمواطن تعيش في بريطانيا، لماذا لا يتم العمل بإحصاء سكاني حقيقي مهني على قاعدة بيانات واضحة؟ ليش من عام 2003 ما عندنا إحصاء سكاني؟ كله تخميني. يعني تخيل أنت وزارة التخطيط تطلع لك بيان تخمين، يعني هذا ما موجود بكل دول العالم، لا دول العالم الثالث ولا المتخلفة، ما في شيء اسمه تخميني، أكو شيء اسمه على قاعدة بيانات حقيقية واضحة. أخي عمر مثل ما قلت، الاحتلال الأمريكي، الغزو الأمريكي، يعني هناك يعني هناك حرب طائفي على أرض العراق منهج. يعني مثلا أنت كل الانتخابات التي تجرى في العراق، يعني سمعنا هناك أوراق انتخابية مزورة دخلت من إيران إلى العراق، يعني يظهرون السنة على أنهم دائما هم أقلية، دائما يظهرون السنة. يعني طيب صدام إذا كان هم يعني مرة يعطون نسبة 70% للشيعة، 80%، 65%، طيب صدام حسين كيف حكم 35 سنة؟ أين كانت الشيعة؟ صح ولا لا؟ يقولون أن صدام سني كان يظلم الشيعة، إذا كيف حكم؟ أنا لأن هناك عملية ممنهجة، يعني دمروا موصل، دمروا صلاح. نعم. إذا أنت برأيك أبو عبد الله أنها عملية ممنهجة. معنا اتصال، يعني آخر اتصال، أم عبد الله من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولقناتكم الشريفة. طبعا البرنامج راح ينتهي، بس أريد أقول أنه شيء واحد. نعم. أستاذ الإحصاء هسه اليوم أصبح تقديري لا أكثر ولا أقل، يعني بأرقام تخمينية. اعتمدوا على البطاقة التموينية حتى يتم توزيع الحصة التموينية، والحمد لله الحصة التموينية هي كلها عبارة عن يعني شيء واحد ينطون لو شكر لو دهن. المسؤولين هنا في العراق يعني يعرفون انه حجم السنة هم اكثر من حجم الشيعة، فالحكومة العراقية ترفض اي اجراء اي تعداد لانه حيكون في صالح السنة. والحمد لله احنا عشنا سنة وشيعة بدون طائفية،
بس السياسة الأمريكية وسياسة الحكومة يريدون يجعلون أنه الأقلية السنة أقلية في كل مناطق اللي يدخلون بها. نعم أم عبد الله. أم عبد الله من بغداد شكرا جزيلا لك. طبعا نوضح للسادة المشاهدين أنه المتصل يعبر عن رأيه والقناة لا تتبنى هذه الآراء، نحن نطرح موضوع ونستمتع ونتشرف بالاستماع إلى آرائكم، ولكن رأيك في الأول والأخير يمثلك ولا يمثل القناة. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن إجراء وزارة التخطيط في العراق، إحصاء تخميني، إحصاء تخميني وليس إحصاء قائم على قاعدة بيانات واضحة ومهنية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.